سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناة آمي المغرب في التفاصيل ذكرت مصادر صحفية أن الملك محمد السادس تكلف بمصاريف علاج الفنان المغربي الشاب أمينوكس الذي غاب عن الساحة الفنية لمدة أشهر بعد أن أعلن لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابته بوقعة صحية وأضاف المصدر ذاته أن أمينوكس يتلقى علاجه حاليا بمدينة الرباط وقد تحسنت حالته الصحية دون إعطاء مزيد من التفاصيل إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل ما هو جديد اشترك الآن